نذهب معكم مشاهدينا إلى فقرتنا الميدانية وحديثنا عن وزارة العدل ممثلة بإدارتها وفروعها، واللي تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت من خلال منصة متى. أيضا مشاهدينا، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق مراسل تلفزيون دولة الكويت نجيب القحطاني. صباح الخير نجيب، ودنا تكلمنا أكثر عن الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها وزارة العدل وشلون تسهل على المواطنين والمقيمين في شكل عام. تفضل نجيب. نعم، شكرا زميلي يوسف، أصبح عليك بالخير وأصبح على زميلة مها وكل مشاهدي الكرام اللي تابعونا في برنامج العالم من هذا الصباح. مثل ما تفضلت، أنا متواجد اليوم في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ويقع هذا الجهاز تحت منصة مجلس الوزراء. لكن يوم الأثنين احنا تكلمنا عن الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية بمنصة متى، لكن اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن وزارة العدل وما تقدمها من خدمات للمواطنين والمقيمين بمنصة متى. لكن راح يكون ضيف إن شاء الله معي المهندس نواف الصواق، رئيس فريق منصة متى في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. مهندس نواف، صبحك الله بالخير ويعطيك العافية وعساك على القوة. احنا يوم الاثنين تكلمنا عن الخارجية، اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن الخدمات اللي تقدمها وزارة العدل للمواطنين والمقيمين. صبحك الله بالنور، الساعة المباركة اخوي نجيب. صح، فعلا تكلمنا احنا يوم الاثنين عن وزارة الخارجية، حاليا قاعد نتكلم عن وزارة العدل. وزارة العدل من الجهات اللي انضمت في اوائل الجهات على المنصة، وكان انضمامها في شهر 8 2020. طبعا نبي ناخذ بعض الإحصائيات لوزارة العدل، أن هناك تقريبا 37 موقع لوزارة العدل موزع على الجهات الحكومية أو على مناطق الكويت، وهناك تقريبا أكثر من 164 خدمة تقدمها وزارة العدل للمواطنين والمقيمين. لو نتكلم عن الخدمات حتى نوضحها للمشاهد الكريم، عندهم وزارة العدل عدة خدمات. طبعا تعتبر وزارة كبيرة وحجم خدمات فيها كبير، يوجد عندها تقريبا قلنا مثل 164 خدمة. من ضمن الخدمات يوجد هناك استخداما لقسم التوثيق أو التوكيلات تقريبا في أكثر من 30,000 موعد تم أخذه خلال الشهرين اللي طافوا، وكذلك استعلام القضائي للأفراد كان هناك تقريبا 13,000 موعد تم أخذه، وكذلك جدولة المحكمة الكلية والإعلان للمحكمة الكلية وقسم الترجمة والمحفوظات. هذه تقريبا أغلب الخدمات اللي صار عليها استخداما من قبل المواطنين والمراجعين. لو نتكلم عن عدد المراكز اللي موجودة اللي يعني تقوم في وزارة العدل بتقديم هذه الخدمات تحت منصة متى، 37 موقع موجود في وزارة العدل موزع على دولة الكويت. أعلى المواقع زيارة هي محكمة الرقعي، تقريبا في أكثر من 27,000 موعد تم أخذه خلال الشهرين اللي فاتوا، وكذلك مجمع الوزارات، وكذلك محكمة حولي، وبعدها محكمة الأحمدي والجهرة. يعني ودنا نتكلم كذلك إن عن يعني أهم الخدمات اللي يعني التعاون بينكم وبين وزارة العدل. ما في شك، التعاون بيننا مع وزارة العدل التعاون مستمر ودائم في منصة متى، وكذلك في عدة خدمات أخرى. أنا أحب أشكر القيادين في وزارة العدل على تقديم يعني دعم للمنصة، وكذلك قائمين على الأخوان في وزارة العدل. يعطيك العافية المهندس نواف الصواق، رئيس فريق منصة متى بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين والمقيمين. إن شاء الله راح نكون معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله بوزارة أخرى جديدة. راح نرجع ليوسف ولمهل لتكملة فقرات البرنامج من عالم هذا الصباح. لكم الهواء، تفضلوا. كل الشكر لزميلنا نجيب القحطاني ولضيفك الكريم.